السلام عليكم ورحمة الله مستفيق. الحمد لله، من الرابع مساء يوم أمس حتى العاصرة صباحا من يومنا هذا، سجلت 38 حالة إضافية جديدة. المتعافين 969 حالة، فيما الوفيات الله يرحمهم 168 حالة. والحالات اللي مازال كتنعس في المستشفى اللي مصابة هي 4359 حالة. نطلب الله السلامة، نطلب الله إن شاء الله الانخفاض غادي هذاك الانخفاض. غير خاص الناس الله يجزيهم بخير يلتزموا المنازل ديالهم، يلتزموا المنازل ديالهم الله يجزيهم بخير. راكم ملتزموا الناس المنازل ديالهم، راه كنحاولوا نتغلبوا على هذا الوباء، كنحصروه كيف كتشوفوا في قناه شوف تي في. هذا العدوى واكشي باقي دابا غير في واحد المجموعه ديال الشركات، هاد الشركات هما اللي سبوا هذا الانتصار الكثير ديال هذا العدوى. ولهذا الله يجزيكم بخير، كنطلبوا من جميع المغاربه الله يجزيكم بخير لكم، لان هذا الشيء راه خطير. دابا الحمد لله العدد من امس اليوم 38 حاله، لان انخفض بكثير. نطلب الله السلامه والحمد لله باذن الله. هذا بالمجهود ديال نازل وزاره الصحه والسلطات العموميه والقوات المسلحه الملكيه، الناس كيقوموا بواحد المجهود كبير، مجهود كبير باش الناس يلتزموا المنازل ديالهم. والاطر ديال الصحه كيقوم واحد المجهود كبير ليل نهار. من هذا المنبر مستبق قناة شو تي في كنقول لكم الله يجزيكم بخير، التزموا المنازل ديالكم باش نحاولوا نتغلبوا على هذا الفيروس هذا. ولله الحمد بالامس اليوم العدد قليل 38 حالة الحمد لله. والحالات التي تماثلت الشفاء 969 حالة، فيما عدد الوفيات رحم جميع أمة المسلمين 168 حالة. والحالات المصابة 4359 حالة. نتمنى الشفاء لهاد الناس المصابين والرحمة والمغفرة للناس اللي ماتوا، والله يجزيكم بخير. التزموا المنازل ديالكم، ما تخرجوا إلا للضرورة. رحنا كنقوموا بواحد الجولات في إطار العمل، راه والله كيعطيك أنا شخصيا بعد خاطري كيضربوا ملي كنلقاو واحد المجموعة ديال الناس كيتساراو، شي غادي من هنا شي غادي، ما على بالهمش، ما عندهمش مشكل، بحال ما كاين والو، لا كمامة لا والو، والزحام بيناتهم باغي يتقدوا مجموعين، باغي ما شي حشومة تضربها في خاطر. الإنسان تلتزم، الناس يلتزموا الله يجزيهم بخير. أنا ما نكون باغي نتقدى البعض واحد مترو مترو ونص بينو وبين الآخر، نصبر فهمتي، شحال تسنى كاع جوج دقايق ثلاث دقايق، نصبر الآخر توا كذلك. ومن تقدر الا الضروره، ماشي كل دابا خارج مره جايب هادي مره جايب هادي مره راجع على هادي مره راجع على هادي، ماشي معقول. كنا قمنا بواحد روبورتاج في السوق في المحمديه، السوق ديال العاليه الزوطيه، ان السلطه تما دايره واحد القرار مزيان اللي كيجي يدخل كيطبع عليه ورقه كتقول له انت عندك مره حق مره في السيمانه، مره في السيمانه تزيد تقدا، تزيد تقدا كلشي اللي خاصك وسير. بس نيت ما يكونش هاد، وفعلا لقينا السوق خاوي، ما كاينش الناس كثير، ولكن كاين بعض الناس الله يكون في العون، الله يكون في العون، كاين مسكين عنده القوت اليومي ديالو كيدبر عليه في النهار، فهمتي، بهذاك النهار كيجي كيخسرو كيشري تقدا لدارو كيمشي، الغد اللي كيموت كيكون عنده والو، ما عندوش ما يقدرش يشري لا يمشي يشري السيمانه، باش يتقدا للسيمانه أو لا، الله يكون في العون، وهذا كلشي اللي صالحنا.
فهمتي لصالحنا، خص الناس يلتزموا يلتزموا. الحمد لله تحت هذا الشهر المبارك الفضيل حتى هو دخل علينا السلامة، دخل مزيان، كاين شي وحدين دخلهم سوق راسهم ما كيقدروش كاع يخرجوا، كيبان لك انا بالنهار لا بالليل صافي، كيبقى صناع كيفطر كيبقى الدار مزيان. ايوا نطلبوا من الاخوان الله يجزيهم بخير، التزموا المنازل ديالهم، التزموا المنازل ديالهم، حيت هاد الشيء راه ماشي سهل. بغينا الشوارع تكون هكا، الازقة تكون هكا، صافي اللي عنده تقدر يزيد قدا ويمشي صافي. بس ان شاء الله ما بقى والو، ما بقى والو ان شاء الله باذن الله ويفرجها ربي سبحانه وتعالى. غير شوية تستمر كتشوفوا متبع قناة شوف تي في، المراقبة الأمنية في كل مكان، الناس ديال الأمن اللي كيقوم بواحد مجهود كبير. من هنا مستبع قناة شوف تي في، نشكركم على تتبعكم لهذا المباشر، هذا أخبرناكم فيه بالبلاغ ديال وزارة الصحة. شكرا لكم على تتبعكم وإلى اللقاء.